ودايع الصباح. الو مهجور. صباح النور. وينك؟ بالبيت. ما بدك تنزل على المطعم اليوم؟ انزل على المطعم؟ ومبارح كمان، ليش ما نزلت؟ شو مدام، كأنه ذاكرتك عم تخوني. شو نسيتي انك قلعتيني من المطعم؟ لا لا ما نسيت، بس خلصني من جوز خالتك هذا اللي اسمه هشام. جنني جنني أنور، جنني. قوم نزل على المطعم ورجع استلمه، اوكي؟ بس خلصني من هذا جوز خالتك الأهبل. ماشي، رح ارجع على المطعم، بس يكون بيعلمك انا ديما ما رح اتخلى عنا. اوكي، لا تتخلى عنا، تجوزها واذا بدك انا بطلب لك اياها، بس المهم ترجع تستلم المطعم، والا قسما عظما قسما عظما بسكر المطعم وبصرف كل الشغيله كله كرمال هشام جوز خالتك. طيب وديما؟ بدك اياها ترجع تشتغل معك بالمطعم. اوكي تصفي، ما بدك اياها تشتغل هذا قرار انتو بتاخده، مو هي رح تصير مرتك، انتو احرار. صحيح، امتى رح تتجوزوا؟ الاسبوع الجاي. صحي، مين طلب لك اياها؟ احكي لي احكي لي شلون صارت القصه. صحي، على حد علمي خالتك عفاف بدها تولد اليوم. كيف يعني؟ لا هي ولا هشام راحوا معك؟ رحت لحالك؟ ايه لحالي، ما انت بتعرفي انه انا مقطوع من الشجر. يا عيب الشوم عليك يا انور، يا عيب الشوم. معقوله معقوله انا مربيتك ومعتبرتك مثل ابني جود، بتقوم بتروح بتطلبها لحالك؟ اوكي ماشي، خلينا نعمل لهم زياره بهالكام يوم، هيك قيمه لك اكثر. بكره، شو رايك بكره؟ ايه مو مشكله، بنحاول نظبطها، ما في مشكله. صحيح، بدي اسالك اهلها وين سكنوا بعدين؟ ايه وين؟ بمشروع دمر؟ اوكي اوكي طيب طيب منتفق، يلا باي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.